لا يردع الإنسان عن عمل يشتهي أن يقوم به إلا بمقدار ضئيل. فتعاليم الدين يفسرها الإنسان ويتأولها حسب ما تشتهي نفسه، فقد وجدناهم يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، ثم يستندون في ذلك على آية من القرآن أو حديث من النبي، وكل حزب من الأحزاب المتطاحنة يمتلك سلاحا قويا ضد خصومه من الآيات والأحاديث من كتاب وعاظ السلاطين. دكتورة عذرا راح أرجع أناقش وياك موضوع المدنية، لكن خليني أبدي هذا البارت ويا الجزء ويا سيد أحمد القبنشي. إذا لم يكن الدين قادرا على الردع فما الجدوى منه؟ الدين في صدر الإسلام أثبت جدواه ونقل العرب من البداوة، من حالة التناحر والاختزال إلى إنسان متحضر. وهالحضارة الإسلامية اللي تقريبا نصف الكرة الأرضية دولة إسلامية، خاصة في الدولة العباسية، هارون الرشيد والمأمون والمعتصم. لكن هذه الفكر السائد ذاك الوقت الآن أصبح قديما، الآن أصبح مجتمع بدوي. يعني هو هذا المجتمع المتحضر كان في زمان. بس خلي أسأل سؤال سيد أحمد، أنت قلت الدين نقل، خلينا نقول نقل الجزيرة العربية من قوسين، هذا المفهوم، هذا الموضوع يختلف عليه الكثير من المفكرين. بس أقول لك المد الجيوش الإسلامية التي اقتحمت العراق، والذي كان حاضر من حواضر الإمبراطورية الفارسية، حاضر متحضرة، يعني حضرها لو رجعها لورا. لا طبعا دائما البشرية هذا في يقولون قاموا يقسمون سجاجيد الكاشان بيناتهم يقصوها، يختلفون أن السيرورة التاريخية دائما في عقيدتنا أنه نحو الأمام، نحو التطور. ففي ذاك الزمان كان الإسلام متطور على غيره، ولهذا غالبية الفرس اعتنقوا الدين الإسلامي إما بالقوة إما بالقناعة. يعني عندهم كان نواقص كثيرة في مذهبهم وفي فكرهم الديني، وجدوا أن الإسلام أفضل، مخصوصا الطبقية اللي الإسلام إجا أزاح الطبقية. ما أزاح الإسلام الطبقية، فكر أن قريش طبقة، فقط لا قريش فقط طبقة. أن الإسلام أن واحد يشهد الشهادتين هو يصبح مسلم حاله كحال، بس الغنائم كانت القريش والسلطة بيد قريش، هاي الحكومة، هاي الحكومة كأفكار. احنا نعود إلى السؤال، ماذا كان الدين؟ هل هو يتناقض مع لا السؤال الدين إذا ما كان قادر، إذا تسأل على السؤال الدين إذا ما كان قادر على الردع فما الجدوى منه؟ إذا ما قدر مثل ما يقول الوردي ما قدر أنه يردع الإنسان، إنسان يسوي الشيء اللي يشتهي ويتأول الدين. فرق الدين نجح نجاح كبير وفي اهتمامه في إخراج الإنسان يعني إلى الفردي، أما في الجانب السوسيولوجي والاجتماعي طبعا فشل، هذه واضحة اللي نشوفها من الطائفية والاقتتال والإرهاب، هذه جوانب اجتماعية، لأن المجتمع القديم تصادم مع الحضارة الجديدة. الآن البشرية تستقيم فقط ليس فقط من الدين، أو هناك روافد وتجارب بشرية وعلوم بشرية. عذرا يعني الأفكار المتسلسلة يعني أعرف، لكن أثبتت صحتها. مضطر أقطع